في اليوم راح اكمل معكم سلسله طبخات المشتركين. اخترت مجموعه من وصفاتكم الرهيبه وراح اجربها معكم اليوم. بس خليكم مع الفيديو. اول وصفه راح اجربها هي وصفه حلا بالاوريو والفليك. اول حاجه راح افصل الكريمه عن الاوريو. استخدمت ظرفين اوريو. وبعد كذا راح اطحن الاوريو كويس. راح اضيف مع الاوريو زبدة واخلط لحد ما تصير عجينة متماسكة. اما الكريمة حطيت معاها فليك ودخلتها ثواني بالمايكروويف علشان يذوب الفليك شوي وخلطتهم مع بعض كويس. وتقدروا بعدين تسووا الحلى بالطريقة اللي تعجبكم. انا حبيت اسويه بهذا القالب. اول حاجة رصيت الاوريو بعدين حشيته بالكريمة وغطيته كمان بطبقة اوريو وضغطت عليه كويس. دخلت الحلى الفريزر تقريبا لمدة 10 دقائق وبعدين طلعته من القالب. حبيت مرة الشكل النهائي للحلى وطعمه كان جدا لذيذ وطريقته كانت مرة سهلة وكمان المكونات مرة بسيطة. بس احس لو كثرت الحشوة بكل قطعة كان رح يجي طعمها ألذ بكثير. بس بالنهاية أشوف الحلى يستاهل 10 من 10. ثاني وصفة راح أجربها هي فيريرو روشيه مقلي. علشان اسوي العجينة اللي راح اغمس فيها الفيريرو روشيه، اول حاجة استخدمت بيضة واحدة واستخدمت خليط كيك جاهز بالفراولة وخلطتهم مع بعض كويس. وبعدين راح اغمس الفيريرو روشيه بخليط الكيكة. بعدين راح اقليهم. وبعد ما قليتهم حبيت ازينهم بشوية كاكاو. بصراحة طعمها كان حلو بس مو مرة، علشان كذا اعطي الحلى 7 من 10. ثالث وصفة راح اجربها هي وصفة بسيطة بالتوست. اول حاجة دهنت التوست بجبنة كيري. بعدين دهنته بمربى الفراولة. وغطيته بقطعة توست ثانية وحبيت استخدم هذا القالب واقطع فيه التوست. ودخلت المايكروويف تقريبا لمدة 15 ثانية. الشكل حسيته مرة كيوت وكمان طعم الساندويتش مرة لذيذ وأحسه مرة ينفع للفطور. أعطيه 9 من 10. رابع وصفة راح أجربها هي فشار ببهارات الإندومي. أول حاجة راح أسوي الفشار بالطريقة العادية. وبعدين راح تستخدموا بهارات أي إندومي حابينها. أنا حبيت أجرب اللي بنكهة الدجاج. اقلب الفشار كويس علشان البهارات تغطي كل قطع الفشار. مرة حبيت الفكرة وتقدروا تجربوها مع اي بهارات اندومي تعجبكم. عن نفسي اعطيها 9 من 10. وخامس وصفة راح اجربها هي وصفة حلا بالكريم كراميل. اول حاجة ما حددت نوع البسكوت علشان كذا حبيت استخدم بسكوت لوتي. وغمسته بالحليب ورصيته بعدين بصحن صغير وحطيت طبقتين منه. الطبق اللي فوق اول شي حطيت بالخلاط كوب ونص حليب. وحطيت ظرف كريم كراميل وعلبة قشطة.
خلطتهم مع بعض، بس بعدين حسيت إن الخليط جاء سائل فزدت ظرف كريم كراميل وصبيت الخليط فوق البسكوت. بس للأمانة لما خلصت من الحلا وبعدين رجعت قريت التعليق انتبهت إنه كاتبة أحط بسكوت مع الخليط اللي فوق. بس لما قريت التعليق أول حاجة توقعت قصدها طبقة البسكوت اللي تحت. دخلت الحلا الفريزر يجمد تقريبا لمدة ساعتين، وبعد ما طلعته رشيته بكاكاو. الحلا لذيذ وبارد، ومرة حبيت طعم بسكوت اللوتس مع كريم الكراميل. أعطيه 9/10. سادس وصفة راح أجربها هي وصفة اندومي. أول حاجة ما حددت نوع الاندومي، علشان كذا راح أستخدم هذا الاندومي، وراح أسوي الاندومي بالطريقة العادية. وبعد ما استوى معاي الاندومي حطيت معاه بهاراته. وبعدين كتبت أحط بهارات حارة، أنا راح أحط فلفل حار مجروش. أحطيت شوية زنجبيل، وآخر شيء حطيت حبتين من جبن مثلثات، وخلطت كويس مع الاندومي إلين ما ذاب. الوصفة هذه على إنها مرة بسيطة إلا إنها من أفضل وصفات الاندومي اللي جربتها، وأكيد أنصحكم تجربوها، أعطيها 10/10. ونفس نوع الاندومي اللي استخدمت، حتى لو تسووه لوحده بدون أي إضافات طعمه مرة لذيذ، وأنصحكم تجربوه. وآخر وصفة راح أجربها هي وصفة كيك بغزل بنات. حاجة راح استخدم كيك بار، وحطيت معاه شوية حليب مكثف محلى، ما كثرته علشان ما أبغى يجي مرة حالي. وفتت الكيك، بعدين رصيت أول طبقة بصينية. ثاني طبقة كتبت أحط شوكليت، بس ما حددت نوع الشوكليت، علشان كذا راح أحط دونات. طبقة حطيت الكيك ورصيته كويس، بعدين دخلت الحلا الفريزر تقريبا لمدة ساعة. بعد ما طلعت الحلا من الفريزر دهنته بشوية كريمة مخفوقة وزينته بغزل البنات. وآخر شي زينته بسكيتلز. حسيت انه طعمه كان مرة حالي، وكمان حسيت انه غزل البنات كان طعمه غريب شوي مع الكيك. اعطي الوصفة 5/10. وبس هاي نهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك، واكتبوا لي اقتراحاتكم الفيديوهات الجاية. وباي.